التأم اليوم بمقر حزب الاستقلال بتطوان مؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال في إطار تحضير المؤتمر العام 18 لحزب الاستقلال أيام 26-27-28 ببوزنيقة. المؤتمر الإقليمي هو تنظيمي بالأساس لانتخاب المؤتمرات والمؤتمرين ممثلي الحزب بإقليم تطوان وانتخاب كذلك أعضاء المجلس الوطني الممثلين ديال الإقليم. طبعا داز اللقاء في واحد الجو نضالي كبير طبعا التوافق من بعد مناقشة يعني العرض السياسي والأوراق السياسية المرتبطة بالمؤتمر تم انتخاب المؤتمرين والأعضاء المجلس الوطني في واحد الجو ديمقراطي توافقي طبع عليه الإطار. يعني كان مؤتمر في الحقيقة يعني واحد درجة عالية من الوطنية بالنسبة للمناضلات والمناضلين للحزب. وهكذا تم انتخاب المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني اللي يمثلوا الحزب إن شاء الله. نتمنوا أنهم يمثلوا إقليم تطوان خير تمثيل في المؤتمر الوطني. يعني شو أنت كتعرف الأجواء دي المؤتمر العام كله داز في إطار التوافق والمصالحة وهذا انعكس على المؤتمرات الإقليمية. الحقيقة المناضلات والمناضلين سهلوا علينا المأمورية لأن جبرناهم بعد نقاشات طويلة إلى آخره توافقوا على واحد اللائحة اللي فيها التمثيليات كاملة لا القطاعات ولا التنظيمات ولا ديال الفئات. اليوم كيف ما كتشوفوا عندنا المؤتمر الإقليمي ديال كنحضروا المؤتمر الوطني 18. فأولا بغيت نشكر المناضلات والمناضلين ديال حزب الاستقلال في تطوان ووطنيا لأن بينوا على واحد الروح واحد المحبة ديالهم من هذا الحزب هذا وواحد الأخوة اللي كاينة بيناتهم كاملين. لأن يعني الحمد لله دوزنا مؤتمر بكل سلاسة بكل توافق ومن هذا المنبر كنبغي نعطي الرأي العام أن حزب الاستقلال حزب وطني موحد. القيادة توحدت على كلمة واحدة وكاين توافق الحمد لله وكنمسحوا هذا الكلام اللي كيروج أن كاين مشاكل كاين إشكالات. الحمد لله ممكن يكون اختلاف ولكن اختلاف اللي كيكون في الصالح العام. وحاليا كنشوفوا أن هذه المحطة بقينا ننتظروها لسنوات الحمد لله دايزة في أجواء أخوية رائعة وكنتمنى المؤتمر 18 يدوز بهالطريقة هذه بالتوافق وكنتمنى التوفيق للجميع. ومن هذا المنبر هذا كنقول للمناضلات والمناضلين واهالي تطوان انني كبرلماني ديال اقليم تطوان وككاتب اقليمي ديال حزب الاستقلال باقليم تطوان يشرفني ان اكون كنمثل هذه الساكنه وهذا الاقليم الحبيب اللي كنتمنى له التوفيق وكنتمنى له التنميه والازدهار. ونحن دائما غنبقاو نناضلوا من اجل التنميه في اقليم تطوان. واهم نقطة اللي خصنا أو من الأولويات اللي كندافعوا عليها هو خلق فرص شغل للشباب والشابات عن طريق جلب المشاريع وجلب الاستثمارات لا السياحية ولا الصناعية. وآخر ما ما ما, ما شافوه الساكنة ديال إقليم تطوان هو أن هاد الخطوط العربية اللي جات نزلت محطة ديالها في إقليم تطوان أو في مطار تطوان صينية ترمى اللي تقت فيها. كنطلب جميع الساكنة ديال إقليم تطوان وجميع المنابر الصحفية أنهم يشجعوا ويدافعوا هذا المطار ويشجعوا هذه الخطوط باش انها تستمر وتعطي وتشجع شركات اخرى تنزل باقليم تطوان. علاش؟ لان السياحه في اقليم تطوان ماشيه في الطريق الصحيح وهذه الخطوط اللي تحلوا باقي خطوط اخرى ان شاء الله اللي غنترفعوا ليها فحال باريس فحال لندن فحال لما لا الدول العربيه. فكنتمنى ان شاء الله الجميع يدافع على هذا المطار ويدافع على هذا العمل الجبار اللي قاموا به واحد العديد ديال الشركاء لا في ولايه طنجة تطوان الحسيمة ولا الجهة ولا عمالة تطوان ولا عمالة المضيق في النضاق اللي كنشكو واحد العديد ديال الشركاء الاخرين اللي كنشكروهم هذا المنبر هذا. وكنتمناو ان احنا نكونوا مدافعين على هذا المشروع هذا باش يمكن هو نفسه غيخلقنا فرص ديال الشغل فرص ديال الاستثمار خصوصا ملي غيجيو واحد العدد ديال السياح والعدد ديال المغاربة العالم اللي غيسهل لهم الولوج ديالهم لتطوان والنواحي. لان هذا المطار كيخدم وزان يخدم الشاوان كيخدم واحد المضيق في النضاق واحد العديد ديال الاقاليم اللي غيستافدوا من هذا المطار. وكنأكد ان خصنا ندافعوا ونشجعوا هذا المطار ونشجعوا هذه الخطوط باش تبقى مستمره ان شاء الله.